تاريخ كرة القدم المغربية. عرف المنتخب المغربي بجميع فئات السنية تحقيق العديد من الإنجازات واللي غتبقى خالدة في أذهان الجميع، بداية من إنجاز كأس العالم الأقل من 20 سنة في 2005، وصولاً للتتويج الإفريقي الأول للمنتخب الأولمبي للاعبي الأقل من 23 سنة. تاريخ حافل حقه أسود الأطلس في جميع أجيالهم. وفي الوقت الحالي المنتخب المغربي متبوع بالمشاركة للمرة التاسعة في تاريخه في الألعاب الأولمبية واللي غتقام على بعد أيام قليلة في العاصمة الفرنسية باريس. ولكن قبل من هذه المشاركة عرف المنتخب المغربي عدة تحديات في مشاركته السابقة في الألعاب الأولمبية، وللحد الساعة كتعتبر هذه المسابقة رقم صعب على المنتخب المغربي في جميع المرات اللي شارك فيها. هذه هي قصة المنتخب المغربي في جميع مشاركته في الألعاب الأولمبية. من أول مرة تم إضافة كرة القدم في الألعاب الأولمبية واللي بالمناسبة كانت سنة 1900، المنتخب المغربي حظى بأول مشاركة ليه في الألعاب الأولمبية في هذه الرياضة بعد مرور 64 سنة، بحيث شارك أول مرة في الألعاب الأولمبية في دورة طوكيو 1964 واللي كان متواجد في مجموعة كتضم كل من المنتخب المجري ومنتخب يوغوسلافيا فقط. أما المنتخب الرابع في هذه المجموعة واللي كان هو منتخب كوريا الشمالية، المشاركة الأولى لأسود الأطلس ما كانتش بالشكل المناسب، بحيث نهزم بحصص كبيرة في المباراتين اللي جراهم، الأولى أمام المجر بحصيلة 6 ديال الأهداف نظيفة، أما المباراة الثانية فنهزم أسود الأطلس أمام يوغوسلافيا بنتيجة 3-1. في المشاركة الثانية حقق المنتخب المغربي أفضل إنجاز ليه في الألعاب الأولمبية من بعد ما قدر يضمن تأهل من دور المجموعات نحو الدور الثاني، مجموعة كتضم كل من منتخب ألمانيا الغربية، ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. نجح أسود الأطلس بالخروج بثلاث نقاط من هذه المجموعة، ساعدتهم على المرور للدور الموالي على إثر هزيمة، تعادل وانتصار، بحيث في ديك الفترة الانتصار كان كيتحسب بنقطتين، ولكن رحلة الأسود انتهت في الدور الثاني واللي كان كيتلعب على شكل المجموعات، والمنتخبات اللي كتحصل على المركز الأول والثاني كتمر باش تلعب فيما بينها دور نصف النهائي ثم النهائي. المنتخب المغربي انهزم في جميع مبارياته بحصص ثقيله وما قدرش يكمل المشوار ديالو في الدوره. المشاركه الثالثه للاسود كانت في دوره لوس انجلوس بالولايات المتحده، دوره اللي غادروا منها كذلك من الدور الاول من بعد ما احتلوا المركز الثالث، مجموعه كتضم كل من المنتخب البرازيلي، المانيا الغربيه والمنتخب السعودي. وبانتصار على هذا الاخير وهزيمتين خرجوا اسود الاطلس من الاولمبيه، وباش تبدا من هذه النقطه عقده الدور الاول في الالعاب الاولمبيه. ما قدرش المنتخب المغربي على التأهل للألعاب الأولمبية بدورة 1988، ولكنه عاد بسرعة للمشاركة مرة أخرى، وذلك عن طريق دورة برشلونة سنة 1992، بحيث خاض المنتخب المغربي التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية. وعلى خلاف وقتنا الحالي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة كيمشيوا مباشرة للألعاب الأولمبية. في ذيك الفترة كانت التصفيات مقسمة على 4 ديال المجموعة فيها 12 المنتخب كيلعبوا مباريات ذهاب وإياب، كذلك بنظام الإقصاء المباشر في حالة الخسارة وماشي بترتيب النقط، والفريق الفائز كيمر للدور القادم. المنتخب المغربي أول مبارياته في التصفيات كانت ضد المنتخب الموريتاني، وانتهت مباراة الذهاب فوز كاسح الأسود الأطلس بسداسية نظيفة وتعادل في مباراة الإياب. في الدور الثالث تأهل المنتخب المغربي مباشرة للدور الأخير، وذلك عن طريق انسحاب المنتخب الطوغولي من المباراتين. وفي الدور الأخير ضمن المنتخب المغربي التأهل من بعد ما تعادل أمام المنتخب الكاميروني ذهابا وقدر انتصر عليه إيابا، وضمن المنتخب المغربي المشاركة لأول مرة في الألعاب الأولمبية في دورة برشلونة 1992، دورة اللي عرفت تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة برفقة كل من المنتخب كوريا الجنوبية، السويد وكذلك الباراغواي. أول مباراة لأسود الأطلس في التظاهرة جمعت ما بين وما بين منتخب كوريا الجنوبية، ومن بعد ما افتتح اللاعب أحمد البهجة نتيجة المباراة قام المنتخب الكوري بتسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وخذ المنتخب المغربي أول نقطة عليه في هذه المجموعة واللي غتساعده بالمرور للدور القادم. ولكن من بعد هزيمة بحصة ثقيلة أمام المنتخب السويدي تقلصت حظوظ أسود الأطلس بالمرور للدور الموالي واللي غتسالي هذه الحظوظ في مرة من بعد الهزيمة في آخر مباراة أمام منتخب الباراغواي، وباش تنتهي قصة المنتخب المغربي بشكل مبكر في أول مشارك عليه في الأولمبيات. من بعد المشاركة الأولى للمنتخب المغربي في أولمبيات برشلونة ما قدروش أسود الأطلس يتأهلوا لأولمبيات 1996 بالولايات المتحدة الأمريكية، من بعد ما تم الإقصاء ديالهم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية على يد المنتخب السنغالي من الدور الأول. نجح المنتخب مرة أخرى في العودة للمشاركة في التظاهرة العالمية واللي كانت غتقام بالعاصمة الأسترالية سيدني سنة 2000، من بعد ما نجح في الجياس عقب التصفيات بحيث تم إعفاء أسود الأطلس من الدور التمهيدي. وفي الدور الأول كانت أولى مقابلات المنتخب في التصفيات والمواجهة كانت غتجمعوا ضد
منتخب الكونغو الديمقراطية، بحيث قدر هذا الأخير ينتصر في مباراة الذهاب اللي جرت في الأراضي الكونغولية، ولكن في مباراة الإياب امتنع هذا المنتخب عن الحضور لهذا المقابلة، وانتهت المباراة بتأهل المنتخب المغربي للدور الثاني، دور اللي كان على نظام المجموعات. كل مجموعة كتكون من 4 منتخبات. الأسود حطتهم القرعة في المجموعة الثالثة والأخيرة برفقة كل من المنتخبين التونسي والمصري وكذلك منتخب ساحل العاج. من أصل 6 ديال المقابلات قدر المنتخب المغربي ينجح بتصدر المجموعة بواقع 13 نقطة، جات من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، ضمنوا أسود الأطلس المشاركة للمرة الثانية في الأولمبيات بهذا التصدر. والقرعة هاد المرة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الثانية برفقة المنتخب الإسباني، منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب تشيلي. هذا الأخير كان هو الخصم الأول للمنتخب الوطني في المباراة الأولى ليه في الدورة، واللي قدر يعقد الأمور على المنتخب المغربي من البداية، من بعد ما انتهت المباراة بنتيجة كبيرة على أسود الأطلس، وتبقات مباراة في غاية الصعوبة على المنتخب. الأولى أمام خصم مألوف للمغرب واللي كان متواجد معهم في نفس المجموعة في الأولمبيات الأخيرة اللي شارك فيها المنتخب المغربي، والطرف الثاني هو منتخب لاروخا صاحب الميدالية الذهبية في دورة برشلونة 1992، وللأسف ما قدر يخطف ولو نقطة واحدة من هذه المنتخبات، ونهزموا في المباراتين بجوش وخرجوا مرة أخرى بشكل مخيب للآمال من الدور الأول. وكل الأعين هذه المرة على الأولمبيات القادمة بأتينا. من بعد الإخفاق الثاني للمنتخب المغربي مشاركته في الأولمبيات، كان الأسود هذه المرة عازمين على تحقيق نتيجة مختلفة عن باقي المشاركات، وبقيادة جيل جديد من اللاعبين الشباب كان كل تفكير هو المرور من عتبة الدور الأول، ولما لا الوصول لأبعد نقطة ممكنة في الألعاب المقبلة، واللي غترجع للبلد اللي تم اختراع فيه الألعاب الأولمبية بجميع رياضاتها واللي هو اليونان، وتحديدا بالعاصمة أثينا. ولكن أولا كان عند المنتخب المغربي مهمة قبل الوصول للأولمبيات، وهي التصفيات الإفريقية المؤهلة لها. ومن بعد ما تم إعفاء أسود الأطلس من الدور التمهيدي، كانت مواجهة في الدور الأول من تصفيات ضد منتخب غامبيا، واللي قدر المغرب يتجاوز هذا الدور بالرغم من الخسارة في الإياب بغامبيا، إلا أن نتيجة الذهاب كانت حاسمة في مرور المنتخب للدور المقبل. في الدور الثاني من هذه التصفيات كان بنفس نظام النسخة السابقة، 3 مجموعات كل واحدة كتكون من 4 ديال المنتخبات، 3 منتخبات اللي غتصدر المشهد غتمشي مباشرة لأتينا. المنتخب المغربي كان في المجموعة الثالثة برفقة كل من أنغولا، إثيوبيا، وأوغندا، وبقيت 3 ديال الانتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة، قدر المنتخب المغربي ضمن مكان في صدارة المجموعة بواقع 11 نقطة، وحجز مكان في أولمبيات أثينا في صيف 2024. جاء وقت الألعاب الأولمبية، والمنتخب المغربي عنده هدف يخلي البصمة ديالو في هذه المشاركة، خاصة من بعد ما وضعته القرعة برفقة كل من المنتخبات كوستاريكا، العراق، والبرتغال، بقيادة لاعب شاب الاسم ديالو هو كريستيانو رونالدو. أولى مباريات المنتخب كانت ضد المنتخب الكوستاريكي، مباراة اللي طاغي فيها الحذر وعدم المجازفة، وبسبب هذا الشيء انتهت المباراة بتعادل سلبي. في مقابل نجح المنتخب العراقي بالفوز على البرتغال برباعية مقابل 2. الجولة الثانية عرفت مواجهة المنتخب المغربي ضد المنتخب البرتغالي، مباراة اللي عرفت تألق كبير من قبل النجم الشاب كريستيانو، واللي قدر يسجل هدف في هذه المباراة باش تنتهي بهزيمة أسود الأطلس في هذه المقابلة، وتتقلص الآمال مرة أخرى من أجل المرور للدور القادم، بينما المنتخب العراقي قدر يفوز على كوستاريكا وضمن مكان في الدور الثاني. الجولة الثالثة في هذه المجموعة غتكون هي الفاصلة، 3 منتخبات غيتحاربوا من أجل مقعد وحيد مؤهل للدور الربع النهائي. المنتخب المغربي كان لابد له من الانتصار وبنتيجة كبيرة على المنتخب العراقي، وانتظر نتيجة مباراة البرتغال وكوستاريكا. قدر المنتخب البرتغالي يتفوق في النتيجة على كوستاريكا إلى حدود دقيقة 54 في المباراة. في المقابل مازال التعادل السلبي طاغي على مباراة المغرب والعراق، ولكن عند وصول دقيقة 63 تغيرات النتيجة وتقدم المنتخب العراقي. نتيجة لحد الساعة تأهل المنتخب البرتغالي، ولكن جاء هدف التعادل في دقيقة 68 من نيران صديقة في مرمى الأخير. في نفس اللحظة المنتخب المغربي كيسجل هدف التعادل، والمنتخب الكوستاريكي قدر يقلب الطاولة على البرتغال وصعد للمركز الثاني، وعند وصول دقيقة 77 سجل العقال هدف الثاني للمنتخب المغربي، واللي غير موازين هذه المجموعة، ولا المنتخب المغربي هو صاحب المركز الثاني، وانتهت مباراة المغرب والعراق بفوز أسود الأطلس. ولكن الفرحة ما كملت، بحيث في الدقيقة الأخيرة من مباراة البرتغال وكوستاريكا قدر الأخير سجل الهدف الرابع في هذه المواجهة، هدف اللي قدر يعطي المركز الثاني لهذا المنتخب بفارق الأهداف المسجلة. المغرب سجل فقط 3 ديال الأهداف، بينما كوستاريكا سجلت 4، ويبقى هذا الإقصاء من الدور الأول نكسة في تاريخ الكرة المغربية، من بعد ما كانوا أسود الأطلس على بعد دقائق قليلة من تحقيق إنجاز تاريخي.
من بعد الإقصاء الأخير من دور المجموعات مرة أخرى في الألعاب الأولمبية بأتينا، تركيز كامل كان منصب بعد المرة للألعاب الأولمبية المقبلة واللي غتقام في بكين سنة 2008. ولكن للأسف المنتخب المغربي ما قدرش يوضع اسمه في لائحة المنتخبات المشاركة في هذه الدورة بسبب احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الخاصة به بعد المنتخب الكاميروني، فشل اللي خلى الجميع كيستعد للتظاهرات المقبلة واللي غتكون فوجة المنتخب الأولمبي، واللي أولها غتكون كأس إفريقيا للمنتخبات الأولمبية واللي كانت غتقام بمصر. التغيير بدأ بجلب مدرب هولندي قيادة أسد الأطلس واللي هو بيم فيربيك، مدرب اللي جمع كتيبة ديال الشباب باش يهيئهم للتظاهرات ويبني منتخب اللي يكون قوي مستقبلا. التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية تغير نظامها ولات عندها صلة بكأس إفريقيا الأقل من 23 سنة، حيث أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في هذه المسابقة غيمشيو مباشرة للألعاب الأولمبية. وعلى بعد أيام قليلة من انطلاقة هذه البطولة اعتذر الاتحاد المصري على تنظيم هذه المسابقة، وقدمت الجامعة الملكية المغربية اقتراح من أجل تنظيمها، وتحولت المسابقة القارية من مصر للمغرب. المنتخب المغربي اعتباره البلد المستضيف تأهل مباشرة لهذه البطولة، ولقى في مجموعة كل من السنغال، نيجيريا والجزائر، مجموعة اللي كانت صعيبة على الأصول، ولكن من بعد انتصارين متتاليين واللي كان على المنتخب النيجيري في المباراة الافتتاحية للمسابقة والمنتخب الجزائري، ضمنوا أسود الأطلس التأهل للدور نصف النهائي. ولكن صراع الصدارة ما بينه وما بين السنغال انتهى بانتصار هذا الأخير، وتأهل المنتخب المغربي في المركز الثاني، واللي لقى في النصف المنتخب المصري، مباراة اللي كانت شيقة آنذاك ما بين هذ المنتخبين، وانتهت بانتصار المنتخب المغربي بهدفين مقابل 3 أهداف، باش يضرب المنتخب المغربي عصفورين بحجر واحد، تأهل للألعاب الأولمبية بلندن، وكذلك المرور النهائي كأس أفريقيا. في المباراة الأخيرة، أسود الأطلس جمعته مباراة أمام المنتخب الغابوني، واللي قدر ينتصر على المنتخب المغربي في الملعب الكبير بمدينة مراكش، وبالرغم من التقدم في النتيجة من قبل أسود الأطلس. وبحلول صيف سنة 2012 بدأت الألعاب الأولمبية، والمنتخب المغربي كان على موعد من هندوراس، اليابان وإسبانيا، واللي كانوا خصوم أسود الأطلس في دور المجموعات. البداية كانت أمام منتخب الهندوراس، مباراة اللي تلعبات في ملعب هامدين بارك بحضور أكثر من 23,000 متفرج، مباراة اللي كانت رائعة ومرت في أجواء كروية ممتازة، واللي زاد عطى جمالية لهذه المقابلة هو هدف عبد العزيز برادة في دقيقة 39، هدف اللي تسجل بنفس طريقة زين الدين زيدان وفي نفس الملعب كذلك، واللي عطى التقدم للمنتخب المغربي. المنتخب الهندوراسي قدر يقلب الطاولة على المنتخب المغربي في الشوط الثاني، ولكن سرعان ما رجع زكريا البيض بهدف التعادل واللي انتهت به أطوار هذه المقابلة. المباراة الثانية جمعت ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الياباني، مباراة اللي كانت غالبة عليها الحيطة والحجر، ولكن التركيز في آخر الدقائق خان أسود الأطلس وانتهت المباراة بهزيمة المغرب. وبقت أمام الأسود مباراة صعبة وأخيرة في المجموعات واللي هي أمام المنتخب الإسباني، اللي بدوره ودع المسابقة مبكرا بسبب الهزيمتين اللي تعرض لهم أمام اليابان والهندوراس. أما المنتخب المغربي فهو بحاجة للانتصار في هذه المباراة مع انتظار هزيمة المنتخب الهندوراسي، ولكن التعادل كان هو نتيجة المباراتين بجوج، وخرج مرة أخرى المنتخب المغربي من دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخ مشاركته في الألعاب الأولمبية. حاليا المنتخب المغربي ومن بعد ما قدرش يضمن مكان في أولمبية ريو سنة 2016 وأولمبية طوكيو سنة 2020، فهو حاضر بقوة في أولمبية باريس 2024 قيادة المدرب طارق سكيتيوي، من بعد ما ضمنوا التأهل لهذه الألعاب عن طريق الفوز الأول مرة باللقب الإفريقي الأقل من 23 سنة. وأسود الأطلس متواجدين في مجموعة قدم كل من المنتخب الأرجنتين، العراق وأوكرانيا. أول مباراة عند المنتخب المغربي غتكون ضد المنتخب الأرجنتيني في 24 يوليو. كنتمنوا التوفيق ابناء طارق سكيتيوي من اجل تحقيق انجاز كبير هذه المره، واللي نضيفوا لقائمه الانجازات اللي حققها المنتخب المغربي في السنوات الاخيره، ويتجاوزوا عتبه الدور الاول، ولما لا العوده باحد الميداليات الاولمبيه.